هناخد مع بعض دلوقتي ليه ما كانش الناس بتشوف الرب يسوع المسيح باستمرار بعد القيامة؟ ليه في أثناء الأربعين يوم ما كانش موجود في مكان باستمرار واللي عايزه يروح يشوفه، وما كانش بيمشي في الشارع باستمرار في رحلاته التبشيرية وما كانوش بيشوفوه؟ وحاجة تانية، ليه كمان في بعض ظهوراته البعض يتعرف عليه مباشرة من أول ما يشوفه، والبعض التاني في بداية ظهوره ما يتعرفش عليه وياخد شوية وقت لغاية ما المسيح يفتح بصيرته ويديله علامة لغاية ما يعرف؟ ندرس الموضوع ده من إنجيل مرقس 16 ولو 24 ويوحنا 20 وبعض الأعداد الأخرى. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة عيد الميلاد. الرب يسوع المسيح في البداية قال لنا الكتاب المقدس وبوضوح إنه قام بجسد حقيقي، لكنه كان بيظهر ظهورات مؤقتة، البعض ما تعرفش عليه في بداية ظهوره ليه، فزي ما تعرفوش عليه وكيف كان يغير هيئته زي ما يقول الكتاب المقدس مرقس 16-12، بعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لإثنين منهم، أيضا لو 24-16 أمسكت أعينهما عن معرفته، وأيضا في يوحنا 20-14 على المجدلية لما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. ليه؟ القصة باختصار زي ما قلت، الكتاب المقدس أكد لنا أن الرب يسوع المسيح قام بجسده الحقيقي، جسده اللحمي، جسده المادي، جسده اللي يتلمس، جسده بأثار المسامير وطعنة الحربة. يقول لنا إنجيل لوقا 24، أقدم بعض الأدلة على الكلام ده، عدد 3، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع، يعني الجسد الحقيقي الجسد اللحمي ما كانش موجود في القبر، فالمسيح قام بالحقيقة، قام وقام بجسده الحقيقي. تلميذي عمواس الرب يسوع المسيح كان معاه، بل كسر ليهم الخبز بإيديه حقيقية، إنجيل لوقا 24-30، فلما اتكأ معهم أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهم. أيضا مرة تانية أكد لنا أنه لا رؤية ولا خيال ولا جسد غلامي ولا روح بس، لكن جسد حقيقي، جسد لحمي، إنجيل لوقا 24-36، وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فكروا الأول روح، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكاركم في قلوبكم، انظروا يدي، ها الإيد اللحمية بما فيها أثار المسامير والجراح، ورجلي أنا هو، جسوني، المسوني، تأكدوا أن ده مش روح، انظروا فأن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. حين قال هذا أراهم يدي ورجلي. أيضا إنجيل لوقا 24 يكمل من عدد 41، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبين قال لهم عندكم هنا طعاما، فناولوا جزء من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامه وقال لهم هذا الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا يبد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. خلي بالكم العدد ده اللي احنا ده كان موضوع السنة اللي فاتت بعد عيد القيامة مباشرة اللي اتكلمت عنه سابقا، ما هي الكتب وشواهد العهد القديم اللي اتكلمت عن موت الرب يسوع المسيح وقيامته؟ فاكرين اللي اتبع معانا السنة اللي فاتت؟ اللي حابب برضو لينك هيكون موجود في ملف الباوربوينت، أو يرجع للموقع دكتور غالي ويكتب الكلمة دي شواهد العهد القديم، أو 12887. كل ده يؤكد أن المسيح قام بجسد حقيقي، ولكن مش ده وبس، أعداد كثيرة أيضا تكمل نفس الأمر. يوحنا إصحاح 20:19، ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلاما لكم، ولما قال هذا أراهم يدي وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. مش رؤية، مش حاجة هلامية، ده جسد حقيقي. يكمل عدد 27، ثم قال لتوما هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدي، أهو أثار المسامير في إيدي اللحمية، هات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمنا مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع
أنت بتقول لي ربي وإلهي لأنك رأيتني يتوما آمنت، طوبى للذين آمنوا بربي وإلهي الرب يسوع المسيح ولم يرد. أيضا في أعمال الرسل إصحاح واحد يقول لنا في عدد 3 الذين أراهم نفسه حيا، مش بس لمس مرة واثنين وثلاثة بل ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. الكتاب واضح جدا بكل هذه الأدلة لأي إنسان حيادي مش مدلس إن المسيح قام بجسد الحقيقي كويس. لكن عشان نفهم جسد المسيح في القيامة، الجسد اللحمي ده، جسده الحقيقي، جسده اللي بالأثار المسامير وطعنة الحربة، لازم نفهم مراحل ناسوت جسد المسيح أو مراحل ناسوت المسيح. هنقسمهم 4 مراحل وندرسهم مع بعض ونفهم هذا الأمر. أول مرحلة ما قبل التجسد، ما قبل التجسد المسيح الكلمة اللوز ملهوش جسد، كان ممكن يظهر ولكن ظهورات مؤقتة. فظهر الرب يسوع المسيح عدة مرات لأشخاص في العهد القديم زي إبراهيم تكوين 18:1-2، ظهر ليشوع في يشوع 5:13-15، وأيضا في يشوع 6:2. دي كانت مجرد ظهورات، ده ليست جسد حقيقي، وربنا ما كانش ليه جسد حقيقي زينا كويس. المرحلة الثانية من 4 مراحل هي مرحلة التجسد. يعني ايه تجسد؟ يعني بقي زينا، اخذ جسد لحمي زينا بكل صفاته البيولوجية وخضع لقوانين المادة. محتاج عشان ينتقل من النقطة ألف للنقطة ب يمشي هذه المسافة، كان بيمشي من ألف لب. شبهنا في كل شيء، ده في أثناء حياته على الأرض وقبل قيامته. في الفترة دي كان الله الظاهر في الجسد، ولكن الجسد ده جسد حقيقي. كلام ده فين؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتيموثاوس 3:16، بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله إلهيم ثيوس، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به أومن به في العالم. في فترة التجسد ده المسيح أقنوم الإبن اللي بيملأ السماوات والأرض أخلى نفسه أخذا صورة عبد. الكلام ده موجود في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليب 2:7، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صار في شبه الناس، بيشبه ويشبهك من ناحية الجسد، لكن لا زال اللاهوت يملأ الكون. الحاجة الوحيدة، الفرق الوحيد بيننا وبينه إنه جسده ده كان بدون خطية. كلام ده لفظا في عبرانيين 4:15، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثى ضعفاتنا، بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطأ. في فترة وجوده في الجسد، لسه بنتكلم على المرحلة الثانية مرحلة التجسد، كان ظاهر لكل إنسان. ليه؟ لأنه خاضع لقوانين المادة. قوانين المادة بتستدعي أن أي إنسان عايش بجسده، أي حد يحب يشوف يقدر يروح له في المكان اللي هو موجود فيه يشوفه، يبقى ظاهر باستمرار، مفيش حاجة اسمها يختفي. ظاهر بجسده اللي يشبه جسدنا، لأنه خضع بإرادته لقوانين المادة، هو وافق أن يخضع لقوانين المادة بما تشترط قوانين المادة من وجوده في مكان والماشي كل الكلام. يقدر أي إنسان يشوفه يلمسه، إلا exceptions في الأوقات اللي كان المسيح يريد أن يخفي جسده لأسباب محددة، ودي كانت exceptions، مواقف قليلة. على سبيل المثال في إنجيل يوحنا 8:59، لما أرادوا يرجموه فرفعوا حجارة ليرجموه لما أعلن لاهوته بوضوح، يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. ده حاجة مؤقتة لكن باستمرار كان ظاهر. أيضا في إنجيل لوقا أصحاح 4:29، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل التي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه لأسفل، أما هو فجاز في وسطهم. أو لما يحب يغير هيئته ويظهر مجده زي حالة التجلي، حالة التجلي اللي احنا عارفينها. لكن الرب يسوع المسيح اللي اتصلب عننا عشان يحمل خطايانا ويفدينا ومات على عود الصليب والدفن، قام
بداية من وقت القيامة أو ما بعد القيامة وما قبل الصعود، الأربعين يوم دول بعد ما قام وقبل ما يصعد، إيه اللي حصل؟ دي مرحلة ثالثة لجسد الرب يسوع المسيح. صار الوضع معكوس، يعني إيه؟ هو قام بجسده الحقيقي، جسده اللحمي، جسده الملموس، الجسد الحقيقي اللي اتوضع في القبر، الجسد أبو أثار المسامير وطعنة الحرب. لكن هذا الجسد الحقيقي اللحمي ما كانش محتاج دلوقتي خلاص يخضع لقوانين المادة إنيمور. هذا الجسد الحقيقي ليه سلطان على المادة، خلاص مش محتاج يخضع للمادة فيما بعد. فأصبح المسيح بجسده مختفيا بجسده فيما عدا الأوقات اللي يريد يظهر فيها جسده وبتنازل منه وللأشخاص اللي هو عايزهم. فأكرر مرة تانية، المسيح قام من الأموات، قام من القبر بجسده الحقيقي اللحمي، لكن هذا الجسد ممجد لا يخضع لقوانين المادة، ما يقدرش حد من البشر يعاين ويتطلع إليه إلا بما يسمح به ربنا. لما ينتقل من نقطة واحد لنقطة اثنين مش محتاج يمشي، لما يحب يدخل مكان مغلق مش محتاج يفتح الباب، وهكذا. ليه؟ لأنه بعد القيامة هذا الجسد الحقيقي المادي اللحمي لا يحتاج، لأنه ممجد لا يحتاج أن يخضع لقوانين المادة. أيضا هذا الجسد الممجد كان فيه درجات لرؤيته، فكان فيه درجات لرؤية المسيح بعد قيامته. يعني إيه؟ لا يرى بالنسبة للبعض، والمرحلة اللي بعدها يشوفوه، ولكن ممكن في الأول تكون عينيهم مغلقة ما يعرفوهوش، وبعد كده يروه ويعرفوه على طول وما يشكوش ويعرفوا ويروه فعلا بصوت اللي هم عارفينه عليه. ده مش في كل الزهرات، ده في بعض الزهرات، لكن في أغلب الزهرات كان أول ما يشوفوه يعرفوه. فالمرات اللي ظهر فيها الرب يسوع المسيح لتلاميذه رغم كثرتها كثيرة، ذكر منها الكتاب المقدس 12 ظهور درسناهم مع بعض، ولكن واضح ان هما اكتر من كده، الا انها مقارنة بوقت 40 يوم، لا ما كانش قاعد معهم 24 ساعة في اليوم لمدة 40 يوم، لا، فهي كانت قليلة مقارنة بال 40 يوم، ساعات ال 40 يوم ظهر لهم كتير، ولكن مش ال 24 ساعة في اليوم. بقية الوقت ما كانش حد يشوفه. تلميذي عمواس رأوه وما عرفوهوش، لكن بقية التلاميذ عرفوه، لكن بعد كسر الخبز لما اتفتحت عينيهم وتناوله عرفوه. المجدلية شافته ما عرفتهوش، لكن بعد كده عرفته لما فتح عينيها بعد ما وبخها، لكن البقية عرفوه مباشرة. كويس؟ فالفرق ما بين قبل الصلب وما بعد القيامة إن قبل الصلب كان موافق بإرادته يخضع لقوانين المادة بجسده المادي، ولكن كان ممكن لما يحب يختفي ليس خوفا ولكن عشان يكمل رسالته. أما بعد القيامة فكان لا يخضع لقوانين المادة بجسده الحقيقي اللحمي، وكان مختفيا عادة إلا لما يظهر في الأوقات اللي بيظهر فيها وبشروط لا هيظهر لهم. نيجي للمرحلة الرابعة، عرفنا مرحلة ما قبل التجسد ما فيش جسد أصلا، مرحلة ما بعد التجسد الخضوع للقوانين المادية بالكامل، مرحلة ما بعد القيامة جسد حقيقي لحمي لكن لا ممجد لا يخضع لقوانين المادة، ما بعد الصعود وقت ما صعد عن تلاميذه واختفى زي ما نقول في قانون الإيمان وقام من بين الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. يعني المسيح أصبح لي صورة المجد، صورة اللاهوت. المجد اللي كان للاهوته، مجدنا أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، المجد للاهوت أيضا أعطاه للناسوت. فأصبح لناسوته ولاهوته ما كان للاهوته قبل التجسد. فاهميني؟ المجد اللي كان لي من قبل بلاهوته وقت الصعود وما بعد الصعود أصبح لناسوته أيضا، وده في إنجيل يوحنا 17:5. ده
اللي جعل يوحنا يسقط أمامه كميت إزرائيل في مجده في سفر رؤيا 1:16، ومعه في يد اليمنى 7 كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر. فلما يقول جلس عن يمين أبيه، احنا عارفين انه اللاهوت ليس له يمين ولا شمال، ده الله غير محدود، لكن دي عكس أخلى ذاته. فمن وقت ما السحابة قد حجبته زي ما يقول في أعمال الرسل 1:9 وقال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، لأن التلاميذ ما كانوش قادرين على معاينة المجد ده. آسف. فهو تغير الجسد الممجد من لحمي إلى نوراني روحاني. أجل النقطة دي مهمة، يقول لنا معلمنا بولس الرسول هذا الأمر في كورنثوس الأولى 15، الجسد الممجد تغير من لحمي إلى الجسد الممجد النوراني الروحاني، ده بعد الصعود. نقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس 15 في عدد 44، يقول يزرع جسما حيوانيا عننا ويقام جسما روحانيا لما نبقى في المسيح. يوجد جسم حيواني اللي عايش على الأرض، يوجد جسم روحاني ده اللي هيبقى في الأبدية. هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محييا، لكنه ليس الروحاني أولا بل الحيواني ورعى بذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي اللي هو آدم، الإنسان الثاني الرب من السماء، كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، كما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، كما لبسنا صورة الترابي اللي هو آدم سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة أن لحما ودما لا يقدر أن يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عالم الفساد. فمرة تانية الرب يسوع المسيح بعد ما صعد يتحول جسد الممجد من الجسد اللحمي للجسد النوراني الروحاني. معايا؟ البعض للأسف اللي هو ده هنشبهه ونصبح أعضاء فيه، وهو الرأس ونحن الأعضاء. لعدم فهم هذا الأمر، وللأسف من بعض الغير مسيحيين المشككين لعدم دراسة الكتاب المقدس أو لأغراض كالعادة احنا عارفينها، يدعي النقاد أشياء كتيرة رغم أن الكتاب المقدس وضحنا. فزي ما قلت الكتاب المقدس وضح لنا أن الرب يسوع بالجسد مر بأربع مراحل. قبل التجسد هي كانت ظهورات فقط مؤقتة، مرحلة التجسد والإخلاء اللي خضع لقوانين المادة، مرحلة القيامة بجسد حقيقي مادي لحمي ممجد لا يخضع لقوانين المادة، ومرحلة الصعود الجسد الروحاني اللي مش مادي أصلا. أيضا في ظهوراته بعد القيامة أجي للنقطة الثانية اللي كان فيها البعض يعرفه مباشرة والبعض يتعرف عليه بعد قليل لما يفتح بصرته. ده دايما ليه علاقة بحاجتين، ليه علاقة بموقف الظهور، ودي شرحتها في ملفات مستقلة بشيء من التفصيل، موقف المجدلية وموقف تلميذي عمواس وليه القصة دي اللي حصلت، لكن بقية الظهورات كلها اللي قالها الكتاب المقدس الحداشر الباقيين لا ما كانش على طول، ما كانش حد بيتلخبط فيه، كان البداية بيكونوا عارفين. فباختصار شديد الموضوعات زي ما بقول قايلها بالتفصيل، لكن هنا بتكلم باختصار عشان الوقت، فنعمل لها موضوعات مستقلة. في موقف مريم المجدلية في إنجيل يوحنا 20:14، ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. الأسباب باختصار، لو قريت قصة مريم المجدلية في الظهور ليه افتكرت أن هو البستاني؟ السبب الموقف اللي كانت فيه، أولا الإضاءة كانت ضعيفة، ده ساعة وقت الفجر إنه مكانش نور الشمس لسه طلع كويس، فمش شايفة ملامح اللي قدامها. أيضا البكاء اللي كانت بتبكي اللي يأثر على الرؤية يخلي الواحد مش شايف قدامه كويس. أيضا ضعف الإيمان في الموقف ده، هي لسه متمسكة بيه يا معلم رابوني، لكن بعدها رجعت قالت الرب اللي هو كيريوس اللي هو يهوه، وده أهم الأسباب لبصيرتها الروحية الضعيفة
خيبة الأمل، منتظر يسوع المصيري اللي هو المسيح اللي يبقى ملك إلى الأبد، ملك أرضي، ولكن اتصلب ومات. مش فاهم إن هو ملك أبدي سماوي. بعد المسافة ما بين النقطة اللي بيتكلم فيها المسيح ومريم المجدلية، أيضا ما نظرتش إليه جيدا، لأن السيدات في هذا الزمان لحياءهم ما ينظروش لإنسان غريب مباشرة، بيتحاشوا الآي كونتاكت. أيضا الخوف والرهبة من الأحداث، الحجر مرفوع، كائنات تظهر بملابس نورانية تخض في الدنيا الضلمة دي، موقف مرعب بالنسبة لها. الخوف ورهبة من الأحداث، بالإضافة لاختلاف شكل الملابس من بعيد، آخر صورة لازقة في ذهنها ملابس الصلب اللي كانت مليانة دم الرب يسوع المسيح اللي سال دم الطاهر عننا عشان يفدينا، ولكن ظهر لها واحد ملابس بيضاء ناصعة البياض. فهمني؟ أيضا ده صورة للملابس اليهودية، أن فعلا ممكن واحد يكون بغطاء الرأس اللي يسمى فيه العبرية الشول، ده ممكن يغطي وجهه والإنسان اللي جنبه أو بزاوية ما يقدرش يشوف ملامح وجهه. فجايبها لحضراتكم لتوضيح، فحتى لو ماشي جنب التلميذ زي عمواس ممكن ما يكونوش قادرين يشوفوا بالكامل ملامح وجهه. أيضا موقف تلميذي عمواس، فزي ما قلت في موقف مريم المجدلية الأساسي ضعف البصيرة الروحية، ولكن كمان ضعف الإضاءة والبكاء والدهشة وتغير الملابس وهكذا. في إنجيل لوقا 24:15، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. ربنا مسك عينيهم ما خلوهمش يشوفوه. أيضا الأسباب نحصرها في الآتي: أولا ربنا مسك عينيهم، ثانيا ضعف الإضاءة، ده كان نحو المساء يعني الدنيا خلاص بتضلم ما كانش فيه أنوار في الشوارع، ضعف الإيمان والبصيرة الروحية، وده واحد من الأسباب عشان كده هم حتى خايفين وبيهربوا من مدينة لمدينة، خيبة الأمل برضو كانوا منتظرين المسيح الملك الأرضي ولكن اتصلب ومات، الاشغال بأمور أخرى، مطاردة اليهود للتلاميذ والخوف من اليهود والكلام ده كله، النظر بالجانب ماشيين جنبه مش واقفين قدامه، الخوف والرهبة من الأحداث اللي بتحصل، اختلاف شكل الملابس، آخر حاجة مفكرينها ملابس الصلب المليانة دم لكن ظهر لهم واحد ملابس مختلفة، العبوس والنظر إلى الأرض مش بيبصوا في وش الغريب اللي ماشي بيه. لكن نلاحظ في كل ظهورات الرب يسوع المسيح الباقية عرفوه مباشرة. فعن احنا قلنا في ظهورين كان ليهم سبب انه يمسك عينيهم ما يشوفوهوش مباشرة، لكن بقية الظهورات العشر او الحداشر على طول كان باين وعلى طول عارفينه وعارفينه انه ده جسد ويقدروا يلبسوه ويشوفوا اثار المسامير وطعنة الحربة، وعمر ما واحد فيهم سأله ايه ده انت شكلك متغير ليه النهاردة، ايه ده انت مش وشك الحقيقي، ده شبه لهم بشكل تاني. لا، مش هتلاقوا الكلام ده على الإطلاق في بقية الظهورات، ده دليل إن هيئاته لم تتغير على الإطلاق، هو نفس الجسد، هو نفس الملامح الوجه، هو نفس ملامح الجسم بالكامل، كل اللي اتغير ملابسه بس. وأيضا منظر الصلب ما بقيش منظر الصلب، بقي جسد قوي. حتى في الحالتين السابقتين مريم المجدلية وتلميذي عمواس لما فتح عينيهم عرفوه وما شكوش لحظة وبدأوا يبكتوا نفسهم، ده ازاي اذا كان ظهر بجسده الحقيقي احنا ما خدناش بالنا. فهميني؟ فالمسيح قام بنفس هيئته، نفس ملامح الوجه، بما فيها ايضا من اثار المسامير وبما فيها طعنة الحرب، لكن هذا الجسد اللي دفع من الخطية اللي تمم الفداء قام بجسد مادي ممجد له سلطان على المادة، لا يخضع للمادة، لا يستطيع واحد يشوفه إلا بشروط. الشروط دي إن يكون إيمان والمحبة والقداسة والرجاء، وعلى فكرة الشروط دي لا تزال تنطبق حتى الآن. هتلاقوا ناس كتير بتقرأ في الكتاب المقدس ما تتعرفش على الرب يسوع المسيح. عارفين ليه؟ أنا مش جايين عشان يعرفوه، جايين عشان ينقضوا الإنجيل، جايين مش عشان بيحب ربنا، جايين عشان بيحبوا الشهوات والشهرة، جايين مش عشان مليان قلبهم قداسة، بل بالعكس ده قلبهم مليان نجاسة، جايين مش عشان ليهم رجاء في الحياة الأبدية، للأسف ليهم رجاء في حريات وحاجات تانية.
أي إنسان عشان يعرف المسيح ويراه إيمانيا وعيانا أيضا في حالات كتيرة زي الإخوة العابرين الرائعين. دايما العابر يتميز بالصفات دي. جاي ليه رجاء في ربنا، قلبه مليان إيمان، عايز يعرف الإله الحقيقي ومش هيقاوم ولا هينكر. جاي قلبه مليان محبة ربنا، في أي مكان هيتبع ربنا، ولما بيعرف إن الإله الحقيقي موجود في المسيحية بيترك كل شيء ويتبعه. بيكون رغم أنه هو مسلم أو ملحد أو غيره، بيكون قلبه عنده استعداد للقداسة، وعشان كده أول ما ربنا بينور قلبه بيبدأ في طريق القداسة. دول الإخوة العابرين الرائعين اللي يمكن المشككين بعض منهم بيدرسوا الكتاب المقدس أكثر منهم، ولكن ما بيشوفوش المسيح لأن قلبهم مليان نجاسة مش قداسة، قلبهم مليان كره مش محبة، قلبهم مش مليان إيمان. فده اللي دايما بيساعد الإنسان بصيرة روحية يشوفها. اللي بيساعد كمان البصيرة دي إن الإنسان يأكل من جسد الرب ودمه. عشان كده نلاقي تلميذي عمواس اتفتحت عينيهم إمتى؟ لما تناولوا من إيد الرب. فكمان الاشتراك في جسد الرب ودمه بيدي بصيرة روحية أكتر، وبيدينا نعرفه مش كشخص عادي، لكن لما نتناول من جسده زي توما نشوفه هو فعلا الإله الحقيقي، ونبدأ ندرك شوية يعني إيه هو الإله اللي يجسد ويفهم أكتر، زي ما صرخ توما بعد تناول ربي وإلهي. فالمسيح قام بجسد ممجد ما يقدرش حد من البشر يعينه ويتطلع إليه، الجسد اللحمي ولكن غير خاضع للمادة، لكن ليه سلطان عليه. في الفترة دي ما كانش بيظهر مجده بالكامل، لكن يظهر هذا المجد، لكن لم يكن كل إنسان يقدر يتحمل بسبب خطايا البشر. كان ليه شروط عشان يشوفوا حد، ما عادش كل واحد يستطيع أن يراه إلا بالقدر اللي هو يسمح بيه. للأسف الخطية جعلت إمكانيات الجسد ضعيفة، وده اللي نفهمه من لما ربنا يقول في خروج 3:20-33 لا يراني الإنسان ويعيش. بعد القيامة بعد ما دفع ثمن الخطية خلاص لا يخضع للقوانين المادة، ما يستطيعش كل البشر يشوفوه، لكن هو يدي للي يديهم القدرة على التحمل لما يشوف ظهوره. عشان كده لما ظهر لشاول شاول اتعمل، لأنه ظهر له بشيء من المجد، لأنه ساعتها شاول كان خاطئ، ده كان بيضطهد الكنيسة رغم أنه كان بيعملها لأجل غيرة على ربنا، لكن كان بينفذها بطريقة خطأ فتعمل. فاهمينها أقصد أقول إيه؟ من ده نفهم إنه هو نفس الجسد الحقيقي، ولكن بسلطان على المادة قادر على كل شيء، فلا توجد عليه أثار التعب ولا الدم اللي مغرقه بالكامل، الدم اللي سفك على عود الصليب لأجلي ولأجلك، لأجل محبته الحقيقية وهو ربنا. ما كانش ظهر عليه أي أثار ضعف أي إرهاق. فالبعض ممكن ما يشوفهوش من أول لحظة، ولكن الأغلب بيعرفوه من أول لحظة، وبخاصة وهو لا يزال متأثر الشخص ده بمنظر السماء. أيضا زي ما قلت هو يسمح للمين يشوفه ومين ما يشوفوش، واللي بيسمح له بيديله البصيرة أنه يتحمل يراه، وهو بيديها بدرجات حسب مشيئته حسب إيمان الشخص اللي قدامه. عشان كده بطرس عرفه مباشرة لأنه كان أوريدي بكى وندم بكاء مرة. مريم المجدلية اللي كان عندها إشكالية ما عرفتهوش في ظهور الأولاني، لكن في ظهور التاني عرفته مباشرة. بقية التلاميذ كل بقية الزهرات عرفوه مباشرة، وبعدها في الجليل في كثير من الزهرات عرفوه مباشرة. فدي القصة اللي بيقولها لنا الكتاب المقدس. لكن الأهم من كل اللي أنا قلته المعنى، المعنى القاصد ربنا يوصله لنا من زهراته بتتم إزاي، من قصة لقاء المسيح مع المجدلية وتلميذي عمواس وتلاميذه كما أمسكت عليهم. قصة ده على فكرة قصة كل إنسان روحي لو عايز يعرف ربنا لازم يبدأ يرافق ربنا في الطريق. المسلم لو عايز تعرف تشوف المسيح وتؤمن ان هو قال انا هو الله فاعبدوني ولا لا، رافق ربنا، وقف صلي امام الاله الحقيقي وقول عايز اعرفك، نقي قلبك وعيش حياة قداسة، بلاش فكرة نجاسة وشهوات وحريات والكلام ده كله، وقف قدام ربنا وقول له عايز اعرفك. ولو معرفتك ملهاش اي شهوات مادية مش عايزها، انا عايزك انت مش عايز الشهوات. دي قصة أي إنسان عايز يعرف ربنا بالفعل، وزي ما بقول القصة دي بتتكرر كل يوم مئات إن لم يكن الآلاف المرات في القصص الرائعة واختبارات إخواتنا العابرين. يبدأ يرافق ربنا في الطريق، ربنا يبقى
يقوده بنفسه، يقدس له قلبه ويلهب قلبه، يكشف له أسرار إنجيله، يعلن له أسرار لاهوتية قبل ما يقبل الإيمان ما كانش فاهم يعني إيه إن الله ثالوث. بعد كده تلاقي العابر ما عندوش أي إشكال في الثالوث. ليه؟ لأن ربنا شرحها له في قلبه، مش شرحها له بألفاظ مادية، شرحها له بمعاني روحية اتغرست في قلبه، ويعلن له قيامته ويفتح بصيرته عشان يعينه ويفرح بيه ويعيش معاه على الأرض وإلى الأبد. مرة تانية ربنا يبارك حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير. أليسوس أنستي المسيح قام بالحقيقة قام. معلش بسرعة شديدة، خلاص أنا فاضل لي 35 دقيقة، ما أعتقدش هيكفي الوقت، لكن أخدها في عجالة سريعة. الملف يا رب مش نصيب إن أنا أقوله، موضوع قتل الجهل عليك يا أنت. anyway، ربنا هيبعت له الوقت المناسب.